علاقة عمر بن الخطاب ونظرته للمرأة مرت بأربع مراحل. عمر بن الخطاب مش نظرته للمرأة هي نفس النظرة من ساعة ما اتولد لغاية ما مات، لا 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 لا، مرت على أربع مراحل بتطور عجيب. لأن عمر بن الخطاب نظرته للمرأة قبل ما يبقى مسلم، وبداية على فكرة وكمان في بداية إسلامه لغاية ما احتك قوي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قيمة المرأة والنظرة للمرأة، فدي مرحلة ما قبل. وبعدين أول مرحلة كانت مرحلة المرأة ملهاش أي قيمة، والمرأة ما تتكلمش وما تفتحش بقها ومش موجودة، وإيه يعني، والمرأة ما تعملش فارق، وما كل الحاجات السلبية دي. وبعدين مرحلة احترام وتقدير والرحمة بالمرأة، وبعدين مرحلة الثقة بقدرات المرأة، وبعدين مرحلة أنا محتاج المرأة في مشروع البنى ومشروع الحضارة، خلاها جزء من مشروع الحضاري. يعني أنت متخيل الأربع مراحل اللي مر بيهم عمر وخلاها جزء. ولذلك الحلقة اللي احنا بنعملها دلوقتي جاية في بدء الفتوحات، لأن مش هتعرف يا عمر تفتح، ومش هتعرف تبني حضارة كبيرة إلا لما نظرتك للمرأة إنها جزء من الحضارة وجزء من البنى، ومن غيرها ما ينفعش. عشان كده أنا حاطط الحلقة هنا، وعلشان كده أنا بتكلم على المرأة في وسط الفتوحات وبداية الفتوحات وهيروح الشام والعراق. لو المرأة مش موجودة في الصورة بقوة مش ممكن تنجح الحضارة. أنا نظرتي كده للمرأة. ده كمان عمر بن الخطاب كان ينظر هو لنفسه بيقول: كنا لا نعد للمرأة أي قيمة وليس لها أي نصيب في أي شيء، حتى جاء الإسلام فقسم لها ما قسم وأمرنا بأن نعطيها ما أعطاها. يعني هو بيقولك ولا كان لها، هو كان شايف المرأة كده. لدرجة أن في قصة شهيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع مجموعة من نساء قريش فأكثرن عليه وعلت أصواتهم على أصوات النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، يعني عمالين بيسألوه كده. ففي وسط ما هم بيسألوه جاء عمر بن الخطاب. عمر فقامت النساء وكتموا أصواتهم وابتدرن الحجاب، كل واحدة قامت مغطية وشها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يضحكك يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. فقال النبي: إن هؤلاء النساء كان يكثرن علي في السؤال وتعلو أصواتهن، فلما جئت هبوك يا عمر فسكتنا وغطينا وجوههن. فقال عمر بن الخطاب: يا عدوات أنفسكن، والله أتهبنني أكثر ما تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقامت رد الستات وقالوا له: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله بيعملنا برفط وبلين أنت. فشخصية عمر كان فيها كده. بص الحديث دول عمر بن الخطاب في المدينة يعني بعد الإسلام، فمراته بترجعه في الكلام، يعني بيقول لها اعملي كذا، قالت له: لا غلط مش هعمل كذا. قال لها: أتراجعينني؟ أنت بتهزري؟ أنت بتراجعيني في الكلام؟ قالت: ولما لا أراجعك وابنتك حفصة وزوجات النبي يراجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: زوجات النبي بيراجعوا النبي في الكلام ويقولوا له لا؟ أو انتوا واخدين بالكم نظرة عمر كانت عاملة ازاي؟ فخد بعضه وطلع على حفصة، قال: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، كل زوجات النبي يراجعن النبي ويقبل منهن ذلك. يبدو ان النبي وطريقة تعامل النبي بدأ يحصل تغيير عند عمر. يعني عمر هيتغير كتير، ويتنقل بقى للمرحلة التانية، مرحلة الاحترام والتقدير والرحمة. عمر بن الخطاب قاعد في بيته يوما ومراته بتتكلم معاه، هي نفس الزوجة. فواحد من الصحابة جاي لعمر بن الخطاب يشتكي له ايه؟ ان مراته بتعلي صوتها عليه كتير وبتأذيه كتير وصوتها عالي في البيت. فرايح يشتكي لعمر بن الخطاب، فهيخبط على الباب، فسمع صوت مراته عمر عالي على صوت عمر. فقال: يا نهار ابيض، بقى انا جاي لعمر يحل لي مشكلتي؟ يا عم ده عمر طلع زيي، قام واخد بعضه وراجع. فهو بيلف عمر بن الخطاب بيفتح الباب، فلقى بيلف، قال: اكنت تريدني؟ قال: نعم. قال: ما الذي اتى بك؟ قال: امراتي بتعلي صوتها عليا وبتراجعني، فجيت فلقيت مراتك بتعمل فيك كده، فقلت يعني الحال من بعض، فقلت امشي. فقال له عمر كلمة جميلة قوي، رد عليه عمر بكلمة جميلة قوي، قال له: تحملتني. ايه ده عمر اللي بيتكلم؟ غسلت ثيابي، بسطت منامي، ربت أولادي، تفعل كل ذلك ولم يأمرها الله بذلك. السنة انك تجيب لها حد يساعدها تعمل كل ده، وهي ومش مأمورة انها تعمل كده، المفروض نتعاون في شراكة. أفلا أتحملها إذا رفعت صوتها؟ ده مين ده عمر ده؟ إيه إيه إيه؟
يا معقوله النظره كده؟ احترام وتقدير ورحمه. ايه يعني لما تعلي صوتها شويه؟ ما هي بتتعب عشاني كتير. يا رجاله الرحمه بالستات. حد يقول احنا يا جماعه بنخش بيوتنا بنلاقي اولادنا لابسين كويس ومتنظفين ونلاقي البيت حلو ونلاقي الاكل محطوط، محدش بيفكر هي تعبت قد ايه عشان يتعمل الكلام ده، وفي الاخر مش عاجبنا. الرحمه بالمراه. لا ده اتنقل من المرحله الثالثه. ايه المرحله الثالثه؟ الثقه في قدرتها. فاكرين قصة البنت بائعة اللبن وعمر ماشي بالليل في المدينة فسمع أم بتقول لبنتها حطي مية على اللبن عشان نبيع أكتر؟ فقالت يا أمي، هم مش عارفين عمر واقف بره، نهى أمير المؤمنين على خلط اللبن بالماء. قالت عمر لا يرانا. فالبنت قامت قايلة لها بنت بياعة اللبن ولكن رب عمر يرانا. فعمر قام عامل اكس على الباب، يعني جه على الباب وعامل علامة عشان يفتكر الصبح. روح وقام جامع ولاده، لازم واحد فيكم يتجوز البنت دي. ليه يا أمير المؤمنين؟ قال لهم لن تخرج من ديننا البنت دي. ثقة في قدرتها. عمر اللي كان بيقول ملهاش قيمة، عمر اللي بيقول إزاي ترجعيني، بقى بينظر للمرأة كده شيء. أنت واخد بالك عمر بيرتقي إزاي في نظرته للمرأة؟ ومش عيب نرتقي في نظرتنا للمرأة. ولو حد بيعامل المرأة وحشة، اوعى يا رجالة يكون حد بيسمعني الآن بيضرب امرأة، ما ضرب رسول الله امرأة قط. لكن لسه مرحلة أخيرة، عمر هيجعل المرأة، كل ده مواضيع شخصية، عمر بيقدر المرأة موضوع شخصي، لكن يجعلها جزء من الحضارة بتاعته، مشروع الحضارة، مش هنتحضر إلا بالمرأة. تعالوا نشوف عمر عمل ده إزاي. قبل ما يموت عمر بن الخطاب بأيام يرفع إيديه للسماء ويقول اللهم لا تحاسبني عن أرامل العراق. ليه؟ اشمعنى أرامل العراق اللي بيذكرهم كتير؟ لأن في حرب المسلمين مع الفرس مات كتير من رجال العراق، فعمر اعتبر نفسه أبو العيال، اعتبر نفسه مسؤول عن النساء دول. المرأة ضعيفة محتاجة رجل يقف جنبها. إيه الحنان ده؟ إيه سيدنا عمر النظرة دي العالمية دي؟ مين بيفكر في الستات كده؟ اللهم لا تسألني يوم القيامة عن عجائز العراق فقد أنفقت لهم، والله إني لأرجو أن أغني أرامل العراق فلا يحتاجوا، لأن حصلت حروب فخايف على أرامل العراق. يا رب إني والله فرقت المال لأغني أرامل العراق كي لا يحتاجوا إلى أحد. ويعمل حاجة تانية كمان يا جماعة، حاجة عظيمة قوي، لما فتح بلاد العراق وبلاد فارس وهنا وبقت الأرض دي كلها موجودة، عمل حاجة زي مسطرة تتقاس بيها الأرض، على فكرة اسمها الذراع العمرية. الذراع العمرية يعني اتسجلت باسمه، براءة اختراع، طريقة لمقياس الأرض زي علم المساحة دلوقتي، عمل طريقة لقياس الأرض اسمها الذراع العمرية من براءات الاختراع بتاعت عمر بن الخطاب. وجاب اتنين من الصحابة قال لهم تقيسوا شبر شبر في أرض العراق كي لا نأخذ من أهل العراق أموال لا نستحقها. طب قالوا له يعني يا أمير المؤمنين يعني عامل مقياس مخصوص؟ قال أخشى أن أظلم نساء العراق. هو ده عمر اللي كان بيقول والله ما كنا في الجاهلية نعطي للمرأة من حق حتى جاء رسول الله فرأينا كيف رحم المرأة فتعلمنا من رسول الله فبقى هو رحيم على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. يا ناس لو عايزين تقيموا حضارة احترموا المرأة وارحموها وقدروها وساعدوها، لأن هي جزء أساسي في بناء الحضارة، ومن غير امرأة تقدر وتحتمر وتحترم لحتقوم أجيال تبني حضارة ولا حتقوم حضارة. محتاجين المرأة، ارحموا المرأة. عمر بن الخطاب، هتشوفوا عمر بن الخطاب هيخليها ازاي جزء من مشروعه الحضاري، مش هيقوم الحضارة إلا والمرأة جزء في قلب المشروع. هيعمل ايه عمر بن الخطاب؟ هيعمل ثمان حاجات. ثمان حاجات. بص يا سيدي بقى، أول حاجة عملها عمر بن الخطاب مع المرأة، أول عمر ابتدى يدي قروض للناس عشان يعملوا مشروعات، يعني ويتاجروا ويبيعوا ويشتروا. يعني عمر بن الخطاب أول من أنشأ فكرة صندوق المشروعات الصغيرة، أول قرض لواحدة ست، هند بنت عتبة. ايه ده هند بنت عتبة؟ مش دي اللي قتلت سيدنا حمزة؟ ايوه، عمر بن الخطاب اقرض هند بنت عتبة علشان تكون اول من اقرضه واحدة ست من الصندوق او من المبالغ اللي حطها في بيت المال علشان الاقراض، اقرضها 4000 درهم فاول من اقرض واحدة ست. لا، عمر بن الخطاب عمل حاجة تانية، اول من عينه وزير واحدة ست. تخيلوا في كل، ما هو عمر شكل، عمر بن الخطاب ما صنعش الحضارة لوحده، عملها مع مجموعة. تخيلوا أن أول من عين في مهمة
للمتابعة على موضوع من الموضوعات، كأنها وزارة. الشفاء بنت عبد الله صحابية مهاجرة من السابقين إلى الإسلام، من أوائل المهاجرين، طلب منها النبي أن تعلم بعض زوجاته القراءة والكتابة، معروفة بعقلها. قال لها عمر: تعالي قد اخترتك. إيه اخترتني إيه يا أمير المؤمنين؟ أنت مسؤولة عن الأسواق، مراقبة البيع والشراء، هتتابع الشنبات. يا عمر أنت تثق في المرأة للدرجة دي؟ هتتابع الرجالة مين بيغش في السوق ومين؟ لدرجة أن الرجالة في الأول ده عامل ثروة، ثورة يا جماعة والله العظيم، اعتماد على المرأة بشكل، عمر بن الخطاب اعتماد على المرأة للدرجة دي، لدرجة أن الرجالة في السوق ما كانش عاجبهم. فجاله واحد من الرجال قال: هي اسمها إيه؟ اسمها الشفاء. فقال له: عينت علينا علقما، دي مش شفاء دي علقم. فنظر له عمر وابتسم وقال: لا شفاء إلا بعلقم.